جميلة وموهوبة مصرية لم تهدأ حتى عندما وصلت إلى نجومية لافتة. لعبت أدواراً عدة وتألقت في بطولات كثيرة. وتمتلئ مسيرتها بالكثير من الأعمال المشرفة التي تجعلها في صف النجمات الأكثر لياقة ولباقة وحرفية. BIAF Award goes to Hala Chiha. أنا التي وقفت أمام الزعيم في عريس من جهة أمنية فازداد التحدي. أنا ابنة الشرق التي عاندت ظروفها وخاضت غمار الدراما والسينما إلى جانب نجوم مصريين ومن العالم العربي، فكان زلزال. حصدت النجاح تلو الآخر، لكن قرارا شخصيا جعلني عرضة للاتهامات والشائعات، لكنني أكملت ما أحب. أنا رائحة الورود، أنا سحر العيون، أنا النجمة، أنا العاشقة للإسكندرية، أنا التي حكيت الشباب في أعمالي، أنا حلا شيحة. أنا سعيدة بالجائزة، أول مرة أخد جائزة من سنين. سعيدة ببياف، وميرسي لميشيل على الجائزة الحلوة، وميرسي لأني الحقيقة أنا بقالي 12 سنة مش موجودة، فسعيدة برجوعي للفن، وسعيدة أن أنا في وسطكم في لبنان. وعلى فكرة لبنان بلدي التاني، عشان أنا نصي أصلاً لبناني، مولودة بصايدة بلبنان، مامتي لبنانية، فلو في نص جمال ففي نص جمال لبناني ونص جمال مصري. أمي بتتفرج عليا دلوقتي من مصر، وهي عاشت بمصر 20 سنة، خلفتنا إحنا الأربعة وربتنا، وهي زوجة للفنان الجميل أحمد شيحة والدي، فنان تشكيلي. أنا بس حابة أتكلم شوية عنها، لأن أنا عارفة إن هي بتتفرج عليا ومبسوطة دلوقتي بيا وفرحانة. قول لها مامي أنتِ ربتينا أحسن حاجة في الدنيا، وأنا بحبك، وأنتِ ست عظيمة وأم لبنانية قوية 100%. من لبنان، من الجنوب، 100% لبنانية، وأنا سعيدة إن أنا إن أنتِ مامتي، وسعيدة إن أنا بنتك، وحبيبتي يا مامي بحبك، والهدية الجايزة الحلوة دي ليكي بهديها لك، وبهديها لبابي، وبهديها لهنا ورشا ومايا اخواتي، وبهديها لبناتي هنا وخديجة واحمد وعائشة. وميرسي ليكم، وميرسي لبياف، وان شاء الله تبقى السنة الجاية يبقى الجايزة يبقى بياف احسن واحسن. وميرسي، انا بتكسف على فكرة، ميرسي كتير. ثانك يو، ثانك يو. شكرا هلا شيحة اللبنانية المصرية. هلا تعرفنا على قسمة الثانية وجزء الثاني.